بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض دروس الـ PHP. النهاردة معادنا مع الدرس الرابع، هنتكلمه يعني بشكل مفصل عن موضوع المتغيرات، اتكلمنا عنه في الدرس الثاني. هنستكمل الموضوع في صورة مجموعة من الأمثلة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان المتغير ممكن يكون في اكتر من صورة. يعني لو كتبنا دولار ساين، قلنا ايه بيساوي 5، جينا بعد كده قلنا اطبع ايكو، اطبع المتغير ايه، اروح على الانترنال بريفيو هيقول لي ان ايه هطبع لي 5. اروح تاني على الاديتور، ده الخمسة هنا في صورة رقم انتجر. ممكن اجي بعد السطر واعمل تو باك سلاشز واكتب اي حاجة انا عايزها، فتتحول بمثابة كومنت، يعني الـ البرنامج ما يترجمهاش. فدي بالنسبة لي اصبحت كومنت، اصبح تعليق. فممكن اكتب اي حاجة بنفس المنظر كده، اكتب مثلا هنا برينتينج ايه، يبقى دي بمثابة تعليق، مثابة كومنت. لو رحت على انترنال بريفيو مش هيطبع لي الكلام اللي انا كتبته ورا التو باك سلاشز دول. فانا هنا بقول له ان المتغير ايه بيساوي 5. معنى كده ان انا عرفت متغير وسميته ايه وحطيت فيه القيمة، رقم القيمة 5. القيمة 5 ديت هي قيمة صحيحة. ممكن برضو يقبل ماينس 5، يقبل ارقام سالبة هيطلع لي ماينس 5. ممكن يقبل ارقام عشرية. يبقى انا اتكلمت عن متغيرات من نوع الانتجر، اتكلمت عن المتغيرات السالبة، ممكن برضو المتغيرات الايه من نوع ذات العلامات العشرية برضو هيطبع لي 5.2 وهكذا. يبقى انا المتغير ممكن يكون رقم صحيح موجب، ممكن يكون رقم صحيح سالب، ممكن يكون رقم ذات علامة عشرية، ممكن برضو يكون المتغير متغير نصي. يعني مثلا هقول له اعرف المتغير str، وهنا احط لي فيه مثلا كلمة شريف، هنا هيبقى متغير نصي string. اقوله internal preview ما طبع ليش حاجة، لان انا قلت له هنا echo a، لازم اروح اغير المتغير واخليه str، طبع لي كلمة شريف وهكذا. نرجع تاني لموضوع الكومنتس. الكومنتس يا جماعة بتنفع في ان انا اكتب مجموعة من الكلمات بتفهم الشخص اللي بيجي يشتغل، يعني يشتغل معايا او يشتغل ورايا في نفس الموضوع، بيفهم انا عملت كده ليه، يعني نوع من التوضيح. وعشان كمان عشان لو جيت في يوم من الايام نسيت انا عملت كده ليه، اعرف اكتب هنا كومنت ليا او لغيري. اذا الكومنت مفيد. الكومنت ممكن يتكتب بالمنظر ده علشان خاطر يكون لسطر واحد اهو، first line comment. ممكن اكتبه في صورة اكتر من سطر، يعني انا عايز اكتر من سطر يكون كومنت، الجزء ده كله عايزه كومنت. بسيطة جدا، هاجي قبل السطر اعمل باك سلاش نجمة شيفت مع 8، وفي الاخر خالص هعمل نجمة باك سلاش. مفيش حاجة طبعا عندي، لان كل السطور دي اصبحت بالنسبة لي اصبحت كومنت. يبقى اذا اكتب، ممكن اكتب الكومنت في الصورة دي، ممكن اكتب الكومنت في الصورة دي سطر واحد سواء في البداية او في اخر السطر، او ممكن اكتب الكومنت في الصورة ديت ان احنا يكون عندنا اكتر من سطر في صورة كومنت، باك سلاش نجمة وفي اخر الجمل كلها بعمل نجمة باك سلاش. ده بالنسبة للكومنت، يعني كبس ملحوظة بسيطة كده عن موضوع الكومنتس. المواضيع المهمة للجماعة البروجرامرز بالذات عشان خاطر هما بيشتغلوا بيفهموا بعض هما بيعملوا ايه. طيب عايزين نكمل بقية امثلتنا عن المتغيرات. عرفنا المتغير قد يكون قيمة صحيحة موجبة او سالبة، قد يكون قيمة سترينج، متغير سترينج، متغير نصي. ممكن برضو يكون المتغير متغير في صورة مصفوفة. يعني ايه متغير في صورة مصفوفة؟ لو انا عرفت المتغير مثلا اكس وقلت له اكس وعملت العلامتين دول بيتعمل بحروف الدال والجيم، وقلت ان اكس اوف زيرو بيكوال مثلا شريف
وبعد كده قلت له ان الاكس اوف 1 بي ايكوال الباشا مثلا، وبعد كده جيت قلت له اطبع اعمل لي ايكو، اطبع لي المتغير اللي في صورة المصفوفة اكس، يعني اكس اوف 1 العنصر الاول من المصفوفة اكس، اكيد هيطبع لي هنا الباشا. ممكن اقول له اطبع لي المصفوفة اكس العنصر 0 فيها، ويعتبر العنصر الاول لان هي بتبدأ هنا بزيرو، ده العنصر الاول ده العنصر التاني، هيطبع لي كلمة شريف. ده النوع الرابع اللي هو المتغير في صورة مصفوفة. ده كان بس مثال بسيط يوضح لنا أنواع المتغيرات النصية والرقمية والمتغيرات في صورة مصفوفة. عايزين ناخد مثال تاني يفهمنا إن إحنا ممكن نغير نوع المتغير، نغير نوع المتغير من نصي لرقمي أو العكس. يعني لو أنا جيت هنا قلت له المتغير اللي اسمه i بيساوي 2، وبعد كده قلت له نفس المتغير اللي اسمه i بيساوي مثلا انجاز تك دوت كوم، ده متغير اصبح نصي. وجيت بعد كده قلت له ان الاي بتساوي 3، جيت بعد كده قلت له هنا في اخر سطر قلت له ايكو اطبعي المتغير اللي اسمه اي، شوف ايه اللي هيحصل، هيطبع عنه قيمة، هيطبع القيمة الاخيرة وهي الثلاثة. يعني الثلاثة دي عملت زي اوفر رايتنج، عملت اوفر رايتنج على بقية القيم اللي فاتت. لكن هنا يفيدنا الدرس بتاعنا في ايه، ان اول متغير كان رقمي كان قيمة صحيحة انتجر، نفس المتغير حولته لقيمة نصية سترينج، بعد كده رجعته تاني لقيمة صحيحة انتجر. ده بالنسبة لموضوع التحويل ما بين المتغيرات. عايزين ناخد مثال تاني في نفس برضو موضوع المتغيرات. المثال ده بيقول ان الاكس هنا بتساوي 2، روح اطبع لي قيمة الاكس، عادي جدا هيطبع لي القيمة 2. لكن لو انا جيت هنا قبل ما يطبع وقلت له بلس بلس المتغير اكس، كده انا كده قلت له زود لي على الاكس 1، بلس بلس المتغير اكس قبل المتغير اكس، لما بكتب بلس بلس معناها ان انا بزود 1. نفس الطريقة لو قلت ماينس ماينس يبقى انا بزود بنقص 1، وهكذا. ده بس كان مثال بسيط يوضح لنا يعني ايه بلس بلس وماينس ماينس. عايزين برضو نتكلموا عن بعض الملاحظات ان شاء الله، مش هطول عليكم في الدرس ده، هنتكلموا عن بعض برضو ملاحظات بسيطة ان شاء الله في الدرس القادم. ارجو ان تكونوا استفدتوا ان شاء الله من درسنا النهاردة، وبرجاء التواصل، ويعني لو في حد عنده اي استفسار، لو حد عنده طريقة تانية ممكن مثلا نشرح بيها، نغير من طريقة الشرح، نزود معلومة، ننقص حاجة، الكلام بسرعة نبطأ، يعني لو في اي استفسار او اي اقتراح برحب باي استفسار واي اقتراح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.